السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم راح نتكلموا على موضوع لاثار العديد من اسال الحبر واثار حافظه العديد من الناس، قضيه انتقال يوسف عطال الى ريال مدريد. اللاعب يوسف عطال شخصيا يؤكد لصحيفه ليكيب انه باقي في نادي نيس. الجزائريان اكسبليك بوركوا اي ريست انيس، لماذا باقي فينيس، يشرح للجريده وتكلموا على المنصب نتاعو وظهير الايمن والبوست المفضل ليه والجانب الهجومي ولا النزعه الهجوميه للاعب. هذيك ما تهمناش، احنا نهمنا الموضوع انه اللي قالوا عليه بلي رايح الريال مدريد والمواقع اللي دارت الاشاعات هذه راح ياكدها يوسف عطال شخصيا، مش انا جبت خبر مره من راسي ولا ونقلاته العديد من المواقع، اونز مونديال وبين سبور، عديد من المواقع نقلت الخبر. من اين نقلت الخبر؟ من ليكيب، يعني جابت المصدر من ليكيب، ماهيش اجتهادات، جابت المصدر من ليكيب. هنا يهضروا قال لهم اليوم نترجم بالعربيه، مكتوبه بالفرنسيه ونهضروها بالعربيه ترجمه. اليوم الذي اغادر فيه نادي نيس سوف تكون الوجهه ولا الذهاب الى نادي كبير غران كلوب. هذا يوسف عطال قال لهم هنايا، عندما تسمع انه الليريمار يعني هي الاشاعات تاع تحويلك يعني شفاء يعني يدير لك الفخر هذا ولا هذا اي فخر ليا وانني يعني هذا نتيجه يعني مكافئات العمل اللي نديرو فيه العمل نتاعك، يعني كي تسمع باللي راك رايح لنادي كبير سواء ريال مدريد وكذا هذا افتخار ليك. بسبب ماذا؟ بسبب العمل الكبير اللي تكافأت عليه، العمل الكبير اللي درته. سي لي غران كلوب تو روغاردو، يعني الانديه الكبيره اللي راهي تشاهدك. هذا واش معناه؟ هذا معناه انك على حسب الكلام نتاعو هناك، هذا معناه انه هناك يعني حاجه ملموسه، حاجه ملموسه من العمل اللي راك دير فيه. لكن انا كنت مركز، يعني راني مركز مع كنت مركز مع الاصابه البليسير اللي صرات وكان شفتوها اخوتي في الموسم اللي فات. ولم افكر ان افعل موسم جيد، ولم افكر الا ان افعل موسم جيد، يعني ما نفكرش الا ان لازمني نفعل ندير موسم مليح. اذا ديجا هنا ديجا جو ني با في ان سيكوند سيزون، يعني هنا واش يقول؟ سهله طول هذه اللي يقول لك راهو سنين في ريال مدريد راح يسنين. سابقا لم اقم بموسم ثاني كامل ممتلئ، يعني هو كيلعب لعب نقولوا 5 شهور 6 شهور الاولى بعجته الاصابه، ما لعبش الموسم نص الموسم كما نقولوا كامل، ما لعبش بسبب الاصابه اللي صرات له والعمليه الجراحيه اللي دارها. وعلي ان افعل ذلك في الاوروبا ليغ، يعني نكمل ندير السيزون كامله هذه باش نجسدها في الاوروبا ليغ، ما بريمير كوب دورو، يعني اول كاس اوروبيه لي، اول كاس اوروبيه لي. نحس راني قالهم جو سوي بيان، راني نحس بلي راني اشعر بحاله جيده هنا ايسي يعني في نيس. نهار لو جور او جو دوفري بارتي، نهار اللي نخمم باش نروح من نيس سو سورا ان غران كلوب، يعني راح يكون نادي كبير. وغادر النهار اللي راح نغادر نيس، اشعر بلي باش نغادر نيس راح يكون سوف يكون لنادي كبير كبير جدا. وقال لهم هنايا لو نيفو مونت، يعني المستوى يطلع مع لا كونكورونس، مع المنافسه. هذه حاجه مليحه، هذه 11 مونديال نقلتها على ليكي. هنا واش يقول اللاعب؟ يقول باللي انا راني في حاله جيده وراني ما كملتش الموسم نتاعي اللي فات بسبب الاصابه، ولازمني ندير موسم كامل وعندي المشاركة الأوروبية لازم نغتنمها، وأول كأس أوروبية راح نشارك فيها. هذا ملخص ما قالها، وقال أكد باللي راهو باقي في نيس. نفس الخبر اللي أكدوه من جريدة ليكيب، يجب يعني نديرو موسم كامل، المفو ان سيزون بلا انيس، يعني لازمني ندير موسم كامل مع نيس. ونفس الكلام اللي هضروا في ليكيب هضروا في الريمير دو ترونسفير، يعني اشاعات تحويل.
النهار اللي قال لهم قال يعني نفس النقل كوبي كولي من عند ليكيب هزاتو بين سبور وهزاتو اونز مونديال وايضا اورانج سبور هذا موقع افريقي يهتم بالكره الافريقيه يعني لازم موسم كامل مع نيس هذا يوسف عطال يمشي بوندر لي شوز ايتاب بار ايتاب بار ايتاب يعني خطوه بخطوه ما نسبقش الخطوات ولا نسبق خطوه الاخرى انا راني باقي في نيس عندي اصابه كانت عقبت يعني فتره صعيبه اصابه هذيك ما خلاتنيش نكمل الموسم نتاعي مع نيس الان بعد ما بريت وتشافيت راني في التدريبات مع نيس راني بحاله جيده الان دوكا نبدا نلعب اول كاس اوروبيه لي بريمير بريمير كوب ليه في اوروبا ليج يعني عطال وش يقول بالمختصر المفيد من الاخر راني باقي في نيس باش نلعب الاوروبا ليج نهار اللي نكمل الاوروبا ليج يكون كلام اخر يعني لما يلعب في نيس الموسم اللي فات ويدير الاوروبا ليج ونشوفوا واش يدير النتائج تاع نيس واش يدير راح يكون كلام اخر ولما يروح راح يروح النادي كبير نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله يروح النادي كبير ما يهمش الفريق سواء ريال مدريد ولا برشلونه ولا اتلتيكو مدريد ولا مانشستر يونايتد ولا توتنهام نتمنى له كل الخير لكن هذا ردا على دافينسا هذه ولا اسمها هذه دافينسا هي دافينسا هذه سبور ولا اسمها الموقع هذا الاسباني اللي درها دافينسا هذا راه موقع يا ناس في خاوتي باش نسفهم برك هذا للتوضيح هذه دافينسا راهي باش تجيب المشاهدين تزيد نسبه القراء مشاهدين ولا ليفي يكثروا لها دير الباز حنا كانت عندنا جريده حنا قالت لنا نيمار جزائري عطيناكم حتى لي بروف وخرجت عليها فرونس فوتبول قالت لها يا ودي راك ديري في الباز عطيناكم الداليه سابقا هذا القضيه وما فيها نتاع يوسف عطال انه لاعب رسميا باقي في نيس ما كان حتى خبر ياكد يقول باللي اللاعب هذا راه رايح ريال مدريد راهي ليريمار قالها وعاودها راهي مجرد اشاعات راهي مجرد اشاعات كما اشاعه نيمار لاعب جزائري واللي جابوها من صحيفه جزائريه ومن بعدها فندت هذا الخبر فرانس فوتبول وقالت عليها ريمان اذا قضيه واضحه اخوتي يوسف عطال نتمنى له كل التوفيق نتمنى له يروح في فريق كبير في فريق اللي يقدر المستوى نتاعو اللي يعطيه القيمه نتاعو اللي يشوفوه في الشامبيونز ليغ لما لا علاش قادر عطال يلعب في الشامبيونز ليغ لكن السيد راجع من اصابه باش ترجع من اصابه تروح لفريق كبير صعيبه شويه نتمنى احنا ما مناش نضرب العاطفه نضرب العقل والمنطق السيد اكدها حوار رسمي يوسف عطال مع جريده ليكيب السيد يوسف عطال لاعب يوسف عطال باقي في نيس وراح يلعب الاوروبا ليغ من بعد الاوروبا ليغ يكون كلام اخر نتمنى كل توفيق ليوسف عطال وكل لاعبي المنتخب الوطني في الاخير ملاقاتنا مع مزمن الفيديوهات والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.